أهلا بكم. أكد أمير القوة الثالثة لحماية الجنوب العقيد جمال التريكي سيطرة قواتهم رفقة ثور الجنوب على بوابة جويرة المال بالكامل شمال مدينة سبا. تريكي أوضح لنبا أن قواتهم تمكنت من السيطرة على البوابة دون وقوع أي خسائر في صفوفهم، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من أسر أحد الأشخاص التابعين لميليشيات بن نايل. كما أضاف تريكي أن القوة الثالثة وثوار الجنوب يلاحقون ميليشيات بن نايل على طريق براك الشاطئ، متوقعا أن تتم السيطرة على القاعدة العسكرية براك الشاطئ في غضون أيام حسب قوله. وحول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الجنوبية ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد جمال التريكي أمير القوة الثالثة المكلفة بحماية وتأمين الجنوب الليبي. بداية سيد جمال، لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية بالمنطقة بعد تأكيد سيطرتكم على بوابة جويرة المال بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إذاعة النبع على هذه الاستضافة. ما حدث اليوم هو الهجوم على قاعدة على بوابة جويرة المال والبوابات والاستيقافات التي وضعها ما يدعو المجرم الذي يدعو إلى الدمار والجنوب وحدة بن نايل، وتمت السيطرة على البوابة بالكامل، والآن المواجهات ما زالت مستمرة، والأمر يعني بالنسبة للقوة من القوة الثالثة ومن ثوار الجنوب الأمور يعني 10 لـ10، لا توجد أي إصابات يعني والحمد لله. طيب أين تتمركز ميليشيات بن نايل حاليا، وهل هناك أي اشتباكات مباشرة تدور معهم حاليا بتلك المنطقة؟ لا زالت في اشتباكات مباشرة. هل هناك أي إصابات؟ والله بالنسبة لي كقوتنا قوة ثالثة وثوار الجنوب لا توجد أي إصابات، ولكن من الطرف الثاني فيها إصابات وموجودة حتى يعني وفيات وفي بعض الأسرى. طيب في أي منطقة بالتحديد تدور هذه الاشتباكات؟ المنطقة بالقرب من بوير في المال حوالي بخمسة كيلو، وفي المنطقة التي تعتبر في المتاخمة للطريق الرابط ما بين براك الشاطي و طيب بالنسبة للخسائر في ميليشيات بن نايل، هل هناك أي خسائر أو أسرى أو حتى أسرى، كيف تتعاملون معهم إن وجد؟ الأسرى في موجودين عند أهلهم وناسهم، إحنا ماناش ميليشيا، إحنا دعاة سلام دعاة أمن في الجنوب، لكن للأسف إحنا من شهر واحنا نتفاوض مع الاعيان ومع جميع الاطراف لم ندر اذن صاغيه وصل الى توقف مطار ثمن هند نظرا للرمايه التي حدثت من هذا المجرم، شريان الحياه بالنسبه لاهلنا وناسنا في الجنوب. ونحن عند حوالي ربع ساعه كان يكلموا في اعيان براك الشاطي بارك الله فيهم، سعيين لسحب هذا المجرم الى معسكراته والى المنطقه التي يدعو ان نتكلم فيها، هي المنطقه الشرقيه. اذا كان موفقهم الله في وقف هذا المجرم وسحب قواته، نحن جاهزين من ناحيتنا، احنا ما لناش دعاة حرب، احنا نبغى الامن والامان والسلم، لان اللي رابح في هذه الحرب خاص. طيب بخصوص هذه الاحداث، هل تواصلتم مع اي جهات حكوميه؟ للاسف تواصلنا مع اي جميع الحكومه جميع السياسيين في الحكومه، لكن لم نجد اي رد ولم نجد ايضا صاغيه لهذا النداء. نعم. طيب بالنسبة لقاعدة براك العسكرية، كيف تبدو الأوضاع الميدانية هناك؟ قاعدة براك قاعدة تحت سيطرته، هو طالبنا من الأعيان براك الشاطي خروجها من هذه القاعدة، ونحن بطريقتنا حنسلم القاعدة للسلاح الجوي، لأنها قاعدة تدفع السلاح الجوي، وإن إخواننا من أهل الجنوب العسكريين سواء فنيين سواء طيارين سواء حماة لهذه القاعدة يباشروا في أعمال. طيب أخيرا سيد جمال، هل تطلعنا أكثر على دور ثوار الجنوب، بما أنكم ذكرتم أنكم القوة الثالثة وثوار الجنوب أيضا في هذه العمليات العسكرية، ما هو دورهم هنا؟ دورهم ما يسري على القوة الثالثة يسري عليهم.
نعم، إذن العقيد جمال تريكي أمير القوة الثالثة المكلفة بحماية وتأمين الجنوب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.